راه انتما كتشوفوا هذا داك الطربوش اللي كنتو شفتوه في فيلم ديال ارطغرل، لو كان لقى بحالو نشري بحالو، ولكن مالوروزمون ما كاينش هنا. واحد الصديق يا نامي هنا كي عطى ليا وتصورت ليه، غادي تقولوا ليا كيفاش جاكم وجمعة مباركة، واش كنشبه له أو ما كنشبه لهش. شكرا. السلام عليكم، أهلا بخير. أرطغرل دو فرنس يحييكم، راكم شفتوا داك اللي عطاني الطربوش ديال أرطغرل، هو هذا. وهذا سيتي تيقول لكم يحييكم ويقول لكم جمعة مباركة. وي مي بون شي لي كاين، وانا اقول لكم بارك الله عليكم. داكو اللهم اجعل هذا المجلس مؤمنا امنا بيننا وبينكم يا رب العالمين. رمضان مبارك سعيد. الجمعة إن شاء الله من رين، آخر جمعة في رين. كيفاش غادي نستقبلوا إن شاء الله رمضان؟ رمضان الإخوان إن شاء الله غادي يجي علينا بالصحة إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية والزوجية والدراسية وكل شيء إن شاء الله. ترقبوا يوم الأحد، غادي نحاول ندير لكم فلوغ كيف سنستقبل رمضان هنا بفرنسا. بفرنسا غادي نحاول ندير لكم واحد الريزومي دو ماتان جوسكا ان شاء الله لو سوار، سافيغ او كوشي دو سولاي المغرب. وغادي نحاول نعرضو ان شاء الله على لي زامي واش غادي نبريباريو اخوتي، لا للتبدير ولا للهيلالا كما العاده، شويه ديال القهوه، شويه ديال الحليوه، شويه ديال الشباكيه، شويه ديال التميرات، وشويه ديال الحريره. الحريره ضروري تكون واحد غنيه بالفيتامينات اكثريه، وغنيه بالبروتينات، وتكون فيها شويه ديال الحيمه، وتكون فيها شويه ديال كذا، لان ما خصناش نكون من المبدرين، لان المبدرين كانوا اخوان الشياطين. وهذا هو الموضوع اللي كان اليوم في صلاه الجمعه. اليوم هضرنا على التبذير، وهضرنا على رمضان، وكيفاش خصنا نتغلبوا على العادات ونرجعوا للعبادات. الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر ديال رمضان. مصطفى الدريوش يحييكم ويقول لكم رمضان مبارك سعيد من فرنسا، من بلاد ديال الغربه. ارطغرل عجبني داك الفيديو اللي درت لكم ديال ارطغرل، داك الطربوش اللي عطانا داك خينا، زوينه ان شاء الله كنلقى غنشريه. اذا كنوجه واحد النداء ديالي اللي عنده بحال داك الطربوش وبغى يبيعو، عافاكم سميتو يكتب ليا ميساج ولا شي حاجه، لان هذاك عجبني جديد، عرفتي سخون، وحتى نيت موديلي وستيلي، يعني لا شي واحد عرف فين كيتباع ولا في تركيا. الا كانوا شي متتبعين ديالي في تركيا يقولوها ليا، نصيفط لهم الفلوس ويصيفطوهم ليا ويصيفطوا ليا في كارتون، نعطيه لادريس ديالي ونعطيه كلشي. راك شتو كي جاني واعر، وهذاك الطربوش تبارك الله يعني كان كيلبسو واحد البطل كبير، مؤسس الدولة العثمانية والتي دامت 600 سنة، حكمت العالم تقريبا، حكمت العالم، نعم، دخلت إلى قلب أوروبا وقلب إفريقيا وقلب الجزيرة العربية. إذا شكرا لكم، ومن رين أحييكم وأقول لكم عواشركم بروكا. استفاد دريوش من فرنسا، دريوش لايف.